في الخمار الأسود إن صاحب الصوت المليح قد ذهب، وراح معه اللؤلؤ المنضود ومال الشام وجار القمر وغيرها الكثير، خلدها بصوته ليخلده التاريخ. صباح فخري، فنان سوري يعد من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي، ومغنٍ من أعلام الموسيقى الشرقية. فخري ليست نسبته، وإنما هي تقديراً لفخري البارودي الذي رعى موهبته. الفنان الراحل حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل. فمن يرى دموعيتا هلكت يمين مخلتي وجسمي زائد السقمي، أصبح صباح فخري واحداً من أعلام الغناء العربي والعالم، واشتهر في السجلات العالمية للمطربين كواحد من أهم مطربي الشرق، حيث لحن وغنى العديد من القصائد العربية للشعراء، حيث أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة، وطاف العالم وتربع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية. ومن العلامات الفارقة في مسيرته الكبيرة أنه ضرب أكبر رقم قياسي من خلال غنائه على المسرح مدة تتجاوز 10 ساعات متواصلة دون استراحة، وذلك في مدينة كاراكاس الفنزويلية عام 1968. وعمي ويا بني يا علوان، عمي يا بني يا علوان، قول لي الورد بيت، قول لي الورد بيت، قول لي عمي. يبقى صوت صباح فخري هو خمرة الحب التي لا تنضب، خالدة للتاريخ، وإن غاب شخصه فإن صوته سيبقى أيقونة للفن والمبدعين.